agreement by the Sudanese armed forces. إن الاتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار لمدة قصيرة كان نتيجة الدبلوماسية المكثفة والشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. الاتفاقية مدعومة بآلية مراقبة عن بعد تشارك بها الولايات المتحدة. سنعرف منتهكي وقف إطلاق النار وسنحاسبهم من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل. لقد ذللنا الصعوبات للتوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن مسؤولية تنفيذه تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. أريد أن أوضح أن المدنيين في السودان يجب أن يكونوا هم من يحددوا مسار السودان للمضي قدماً. يجب أن تقودوا عملية سياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان وتشكيل حكومة مدنية. إن المستقبل السياسي للسودان ملك لكم أنتم أبناء أمتكم العظيمة. يجب أن ينسحب جيشكم من الحكم ويركز على الدفاع عن الوطن من التهديدات الخارجية. يمكن لآلية المراقبة أن تحقق ما يلي: أولاً، تحديد انتهاكات وقف إطلاق النار، وثانياً، محاسبة الأطراف علناً على انتهاكات وقف إطلاق النار، ثم ثالثاً، يمكننا استخدام الأدلة التي نملكها للضغط بشكل خاص على الأطراف. لقد أجرينا محادثات على عدة مستويات مع كبار الجنرالات والمسؤولين الآخرين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وسنواصل القيام بذلك للضغط عليهم لوقف العنف وكذلك لإجراء محادثات مع شركائنا في المنطقة. من بيان وزارة الخزانة الأمريكية الخاص بإدراج رئيس مجموعة فاغنر الروسية على لائحة العقوبات بسبب التدخل العسكري للمجموعة في مالي والسودان وغيرهما. في الآونة الأخيرة في السودان، قامت مجموعة فاغنر بتزويد قوات الدعم السريع السودانية بصواريخ أرض جو للقتال ضد الجيش السوداني، مما يساهم في نزاع مسلح طويل الأمد لا يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى في المنطقة.